اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في البرزنتيشن ده عن السكيزوفرينيا اندر سوبرفيجن اوف الدكتور معالي ابراهيم، بروف اوف سايكاتريك اند مينتال هيلث نيرسينج، بنها يونيفرسيتي، 2020 2021. تمام. هناخد في الاوتلاينز عندنا، هنتكلم عن الانترودكشن فيها، الديفينيشن، الكوزز، الريسك فاكتور، الساين والسيمتوم، الفيزز اوف سكيزوفرينيا، دايجنوستيك كاركتيريا اوف سكيزوفرينيا، التايبس والمانجمنت والنيرسينج بروسيس اوف سكيزوفرينيا. تمام. في الانترودكشن بيقول لك ان السكيزوفرينيا اللي هي فصام في الشخصيه بالعربي اتس سيفير سايكاتريك ديسوردر، ماشي، هو اضطراب نفسي شديد. تمام. وعبارة عن مجموعة من الأعراض الذهنية زي الهلوسة والأوهام وخلل تحفيزي ومعرفي. تمام. بيصيب الفئة الأكثر اللي هم في مرحلة المراهقة أو في سن مبكر من البلوغ، ونادر خالص لو جه إيه في مرحلة متقدمة في العمر، مثلا عند سن 40 أو 45. ماشي. طبعا هو اسمه فصام في الشخصية، يعني اضطراب ذهاني. تمام. اضطراب ذهاني مش ازدواجية في الشخصية. تمام. زي ما الناس يعني ايه متداولة ان هو بيحسب ان هو ازدواجية، لا، هو فصام في الشخصية، اضطراب مجموعة من الاعراض الذهنية. بتتحسن الاعراض عادة طبعا لان احنا هنعمل لها مانجمنت وكده وعلاج، وتسهل ادارتها مع الوقت، لكن ما بتختفيش. هنتكلم عن هناخد الديفينيشن بتاع السكيزوفرينيا. هنقول السكيزوفرينيا is a complex mental illness that affects how a person think, feel, behave and relate to other. The illness occur in both of men and women but in slightly more in common in a in men. بيقول لك ان هو عبارة عن مرض عقلي معقد يؤثر على طريقة الشخص في التفكير والشعور، ويؤثر على سلوكه، ويؤثر كمان على علاقته بالآخرين. ودايما بيقول لك ان المرض ده بيحدث طبعا بيصيب الجنسين، بس الاكتر نسبته اعلى في الرجال. تمام. عندنا الكوزيس بتاع السكيزوفرينيا، بيقول لك ان هي انون في الكوز، بس احتمال العلماء قال لك في اسباب بتاثر او بتعلي الريت بتاعها، زي مثلا جيناتيك. بيقول لك 1 من 10 بيبول ويز سكيزوفرينيا هاف ا بارنت، اللي هما بيقول لك زي مثلا 1 من الوالدين، اب او ام او الاثنين مثلا، بيبقى لما هي التشايلد بتاعهم هيبقى عرضه ان هو يبقى عنده سكيزوفرينيا، او مثلا لو من بعيد شويه زي ابن الخال، ابن العم او العم او ايه الخال. عندنا البرين ديفلوبمنت، لما بيحصل ايه ديفرنشيت في الاستراكشر بتاع البرين. بيقولك زي مثلا فايرال انفكشن during the early of months of pregnancy، او حصل لاك في الاكسجين برضو في الايرلي ترميستر في البريجنانسي، حصل ادى الى دمج في البرين. عندنا النيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر دي عبارة عن كيميكال بتعمل كاري مسج بتوين البرين سيل. لما يحصل عندنا، وبالذات في عندنا اتنين نيورو ترانسميتر بيأثروا، الدوبامين والسيرتينين. بيقولك لما بيحصل اكسيزيف دوبامين ريليس يمكن يؤدي ديت ان هو في الاسكيزوفرينيا يظهر عليه اعراض البوزيتيف سيمتوم، وهنتكلم عن البوزيتيف سيمتوم. التوين اند ادوبشن ستادي، اللي هي مثلا في التوائم طبعا، بس مش كل التوائم، بيقولك بالذات في ايه التوأم المتماثل بيبقى فيهم عرضه كبيره ان هو يجيلهم اسكيزوفرينيا، او اللي هي دراسات التبني الطفل المتبني وكده. الفيرال انفكشن بيقول لك في البرينيتال اكسبوجر تو سيرتاين فيرال انفكشن. تمام. في عندنا تاني ايه في الكوزس، عندنا فيتامين بي 12 ديفنسي، لو حصل لو في الليفل بتاع الفيتامين 12 بي 12 بيقول لك بيحصل ديستربنس، بيؤدي الى ديستربنس في البرين اند ماي كوز سكيزوفرينيا. في الستريس فور، لو حصل تراجر ايفنت ستريس فور لايف ايفنت زي لوزنج في الشوب اور هوم، او مثلا اند اوف ريليشن شيب، او ايه ديفورس. تمام.
الريسك فاكتور هناخد people who have high risk factor for schizophrenia, ال family history of schizophrenia, قلنا ال parent مثلا لو حد عنده أو القرايب ماشي ال family history, some pregnancy زي مثلا المزر اللي عندها malnutrition. malnutrition طبعا ده بيؤدي إلى مشاكل كتيرة مثلا في البريجنانسي, بتؤدي مثلا إيه impact البرين. taking psychoactive and psychotropic during young adulthood, العلاجات ديت أو الأدوية ديت لو حد خدها في الأدلتوت ممكن إيه تأثر عليه بعدين. social cultures زي البافارتي والفاميلي بروبلم. السيمتوم ساين اند سيمتوم اوف سكيزوفرينيا متقسمه ل بوزيتيف سيمتوم ونيجاتيف سيمتوم. في البوزيتيف سيمتوم بيقول لك ان هي عباره عن something او اعراض يعني بتعمل اد باي ذا illness, اد للبيرسون ده باي ذا illness يعني حاجه زي اضافات يعني بتنضاف يعني ما بتبقاش اصلا في الشخص النورمال وبتيجي عليه يعني زياده زي مثلا ايه delusion اللي هي delusion اوهام بيبقى عنده اوهام بقى ان في حد مستقصده ان لا هيسمموه في الاكل لا حد مضطهده كده. الهالوسينيشن بتبقى الهالوسينيشن مي سي هالوسينيشن سي اور هو او هير او سميل او فيل ثينجز از نو وان ايلس داز فيل ات يعني هو بس اللي بيبقى مثلا شامم هي شامم الريحه دي لسه حد بيكلمه هو طبعا ديت حاجه يعني هو بيستجيب لحاجات احنا مش عندنا دي نو اكسترنال ستيمولاي تمام. الهلوسينيشن الاكثر بقى الكومن بتبقى في السكيزوفرينيا بتبقى عن عباره عن ايه هلوسينيشن سمعيه اوديتوري تمام. في عندنا كمان في البوزيتيف سيمتوم ديس اورجانايزد اند ثوس اند سبيتش بيقول لك لو انت مثلا بتتكلمي في موضوع معاه بيبقى هو بينط من موضوع لموضوع يعني لسه انت مخلصتوش وبتتكلموا تلاقيه هو راح في موضوع تاني يمكن حتى الموضوع التاني ملهوش كمان علاقه بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه فراح في حته تانية خالص. الافكار نفسها مش مترابطه مع بعض لو بتساليه عن حاجه يمكن ما يديكيش جواب يعني يرد بجواب ملوش علاقه برضه بالسؤال تمام يبقى ملهوش علاقه مع بعض وان ايه وخارج الموضوع. بعد كده عندنا ديس اورجانيز بيهافير ديت برضو من اعراض الايه البوزيتيف سيمتوم اللي هو ان ايبل تو بلان ذير داي ماشي الاكتيفيتي بتاع الداي زي مثلا التاسكس والباسنج تمام مش عارف يعمل اي حاجه في الاوردينري تاسكس ديلي اوردينري تاسكس تمام. في بيزار ايديا في البوزيتيف سيمتوم بيزار ايديا ديت ان عباره عن افكار غريبه وسلوك غريب. ادينا مثالين في المحاضره واحنا بنشرح الدكتوره ادتنا مثالين اللي هو مثلا ايتنج ستول اوف اذر او ان هي او هو مثلا يصحى من النوم في عز الليل عايز يرن الجرس بتاع الجيران وكده وهي حتى ايه مبهدله يعني قايمه كده وخلاص يعني حاجات غريبه في وقت غريب. عندنا بعد كده قلنا الافكتنج فليتنج بعدين عندي ان الانهيدونيا ماشي وشرحناها قبل كده وعرفناها في كذا محاضره ان هو inability to gain pleasure from normally pleasurable experience reduced verbal communication تمام allergy. عندي كمان اللي هو تقييد الفكر والكلام انخفاض التواصل اللفظي في attention impairment اللي هو ضعف الانتباه بافاريتي في الصوص حاسس ان دماغه فاضيه كوجنيتيف سيمتوم بتندرج تحت النيجاتيف سيمتوم عندي اللي هو على مستوى الادراك بقى الديس اورجانيزد في السينك افكار غير يعني منتظمه كلها جايه له في وقت واحد مش عارف يفكر في ايه بالظبط. في عنده كمان سلو ثينكينج يعني سرعه الاستجابه بتاعته قليله جدا باي سلو ثينكينج ديفيكولت في الاندرستاند بور كونسنتريشن عندي بور في الميموري ديفيكولت في اكسبريسنج ثوس يعني ان هو هيبدا يعبر وكده عنده صعوبه فيها سوشيال اوكيبيشنال ديس فانكشن تمام. دي كلها ايه الاعراض في هناخد الفيزز اوف سكيزوفرينيا اربع فيز اوف سكيزوفرينيا عباره عن سكيزويد بيرسوناليتي برودورمال
phase, active phase و residual phase. ماشي. اسكوزيت بيرسوناليتي، الشخصية الفصامية. هنا هتبدأ الفرد مثلا المعرض ان هو يجيله او اللي هو خلاص داخل في يعني في الاسكيزوفرينيا، تمام، هيبدأ يبقى فيه social relationship withdrawal، فيه limited range في emotional experience، فيه الحاجة اللي كان بيستمتع فيها وتعمل له enjoy لا خلاص ما بقتش تعمل له enjoyment في relationship، ويبدأ ياخد ايه جنب وينعزل. طبعا مش كل الاشخاص اللي بيجي لهم الاعراض ديت بتبقى خلاص هنقول له هو دخل في انفصام شخصيه، لا بس احنا بنتكلم على الايه الاسكوزويت بيرسوناليتي. تمام، الاشخاص المعرضين للانفصام. في البرودورمال فيز، وده الفيز رقم 2، بيحصل فيه withdrawal from social life and family active، بيبدا فيه isolation, increase في anxiety, difficult في concentration or paying attention، ان هو يديك انتباه او يركز في الموضوع او في اللي هو بيعمله. lack of motivation، ان انت لما تعملوا له تحفيز ما بيستجيبش ليه، بيبقى ضعيف جدا. struggling to make decision، صعب خالص ان هو يتخذ قراره او يعمل حاجه. طبعا اغلبيه الاعراض ديت او كلها بتبقى ايه negative symptom في الفيز بتاع البرودورمال فيز. تمام. فيزز رقم 3 الاكتف فيز. الاكتف فيز بيقول لك هو اول اكيوت فيز اوف النس بيور تيبيكال اكسبيرينس سيمتوم اوف سايكوزس، خلاص بقى عليه اعراض بقى السكيزوفرينيا، زي مثلا في بوزيتيف دلوقتي بوزيتيف سيمتوم كمان، يعني كان الاول في البرودورمال في نيجاتيف، في البوزيتيف في الاكتف فيز بقى فيها بوزيتيف سيمتوم، عندنا زي الديليوشن، الهالوسينيشن، جامب سورس، disturbance in behavior and feeling، الشخص بدأ يبقى aggressive، ماشي، confused and anxiety. بقولك في الactive phase، يعني بقولك الactive phase ده بيجي بعد البرودومال period، بس بيقولك sometime السيمتوم كان appear suddenly، يعني مرة واحدة تلاقيه ظهر عليه الأعراض بتاع الactive phase من غير ما تلاحظي عليه الأعراض اللي في البرودومال. تمام. الريزيدوال فيز بيقول لك after an active phase when symptoms have still down people may be listless and withdrawal and have trouble concentration. The symptoms in this are similar to the prodromal phase. خلاص احنا ايه بعد الاكتف فيز خلاص احنا عملنا عليه كنترول، سواء بقى الاهل اللي جابوه في المستشفى، يعني الريزيدوال فيز ديت بيبقى يعني الغالبيه بيبقى داخل المستشفى، الاهل جابوه مثلا وعملنا عليه طبعا بواسطة الاطباء كده كنترول ومانجمنت يعني للاعراض، وبدا العلاج مثلا كان بقى ميديكيشن او كده. تمام. فهو بيقول لك ان هو تبقى ايه الاعراض ديت هديت شويه، بقت سيميلر تو ذا ايه برودورمال فيز، يعني مثلا الهالوسينيشن ازاي عملنا له كير وبلان وهنعرف، والاعراض بقى ايه بتبقى زي شبه اللي في البرودورمال فيز. تمام. في هناخد diagnostic criteria of schizophrenia and its related disorder. في diagnostic criteria بيقول لك ازاي نشخص ان البيرسون ده هو عنده سكيزوفرينيا. فاول حاجة عندي ايه هناخد الايه characteristics عن طريق characteristic symptom، و بي social occupational dysfunction و duration DEC، و دي substance and general medical condition exclusion، اي اللي هي relationship to pervasive development disorder. فاول حاجة عندي اللي هي ايه characteristic symptom، بقول لك two or more of the following each present for significant portion of time during one month period. بيقول لك واحد او اتنين او اكتر، واحد او اكتر من الاعراض اللي تحت ديت اذا حصلت متجمعين في الشخص لمدة شهر. قد ايه المدة؟ لمدة شهر على الاقل، اقل حاجة شهر بايه بصورة متواصلة، الا اذا طبعا ايه خد علاج او كده.
ايه الاعراض ديت بقى؟ الاثنين او more of the following symptom لازم تبقى ايه موجودة في الشخص: delusion, hallucination. يمكن يبقى عنده delusion و hallucination و disorganized speech، يعني ماشي، واحد او اكتر من الايه الاعراض ديت. وعندي تبقى في كمان negative symptom، تمام، delusion, hallucination, disorganized speech. في عندي نيجاتيف سيمتوم و جريسي ديس اورجانيز اور كاتاتونيك بيهيفير، تمام. بيقول لك ملحوظه، اذا في عندنا معيار واحد، بيقول لك معيار واحد مطلوب اذا كانت الاوهام، يعني حاجه كمان سيمتوم كمان واحد مطلوب اذا كان عندي الاوهام محبطه خالص او الهلوسينيشن، بتبقى صوت واحد على بيتاثر كله على السلوك والفكر، او كانت الهلوسه متعدده الاصوات، يعني في اكتر من شخص بيتكلموا فيها مع بعضها البعض. يبقى إذا كانت الأوهام محبطة أو الهلوسة لصوت واحد على السلوك أو الفكر، أو كان الهلوسة لأكتر من شخص بتحدثهم مرة واحدة، فإيه؟ فعايزين معيار واحد كمان من الأعراض التانية ديت، يعني مثلا disorganized speech, negative symptom، يبقى إيه؟ كده، تمام؟ في عندنا social function, social occupational dysfunction، فهيبقى عندي بقى فيها إيه؟ انخفاض في مستوى إيه؟ العمل، يعني حاجات ملحوظه disturbance و onset بتبقى ملحوظه، مش حاجه كده لا، ماشي. one or تمام. في ال function، في السوشيال سيلف، في السوشيال ريليشن شيب، تمام، وعلى ايه في سيلف كير بتبقى ملحوظ حصل ديستربنس فيها. الليفل قل عن المستوى اللي متعود عليه الشخص او المعتاد بصوره ملحوظه. عندنا بيقول لك الديوريشن، الديوريشن بتقولك سان والسيمتوم ديت لما بتظهر على العيان على البيرسون بتبقى ات لاست 6 مانث، بس بيقولك ديورينج ال 6 مانث ديت على الاقل يبقى في 1 مانث جت الاعراض اللي هي الكاركترستكس بتاع الايه كاركترستكس سيمتوم الايه اللي اتكلمنا عنها، لازم تاخد لها 1 مانث سيمتوم ذات ميت كاركتيريا اوف الايه اند انكلود بيريد اوف، طبعا بتبقى فيها انكلود البيريد بتاع البرودورمال والريزيدوال سيمتوم فيها، تمام. عندي substance and general medical condition، طبعا لازم نستبعد ان ده ما يبقاش تأثير علاج او ان هو تحت تأثير علاج او حالة صحية، مثلا تشخيص صحي لأي حاجة تانية لأي مرض تاني، ماشي. physiological effect or substance or general medical condition، تمام. relation to a previous development disorder، بيقول لك الهيستوري autistic disorder or another previous developmental disorder. the additional diagnosis of schizophrenia is made only if prominent delusion or hallucination are also present for at least a month، تمام. بيقول لك في حالة وجود اضطرابات أخرى مثل التوحد، يعني أنا دلوقتي يمكن هو عنده حاجة تانية زي مثلا التوحد، فما أقدرش أقول لأ ده إيه ده عنده سكيزوفرينيا، لأ، إلا إذا كان طبعا عنده حاجات تانية معاها، يتم التشخيص على أنه فصام إلا إذا وجد الهلوسة أو الديليوشن لمدة شهر على الأقل. يعني أنا ما أقدرش أجيب إنسان متوحد وأقول لا ده عنده سكيزوفرينيا، طبعا ما التوحد بيبقى برضو منعزل، بيبقى عنده يعني withdrawal من السوشيال، تمام. فلما يبقى عنده بقى هلوسة وديليوشن لمدة شهر على الأقل، ماشي، مش أقل من شهر، لازم تكمل مدة شهر، أبدأ أنا بقى أقول يمكن ده سكيزوفرينيا، طبعا مع الدياجنوستيك كاركترية التانية، تمام. سكيزوفرينيا and its related disorder، هنتكلم فيها عن ثلاث حاجات: سكيزو افكتيف ديس اوردر هو الاضطراب الفصام العاطفي، والديليوجنال ديس اوردر هو الاضطرابات الوهمية، وبريف سايكوتيك ديس اوردر هو اضطراب ذهاني قصير. السكيزو افكتيف ديس اوردر، تمام، اللي هو الاضطراب العاطفي الفصام العاطفي، عندي فيها بيقولك فترة المرض لازم اللي بيعاني منها الشخص لازم تبقى محققة لمعايير الفصام، إما بقى فيها اكتئاب شديد أو نوبة هوس اللي هو إيه المانيك إبيسود. يبقى أنا عندي فيها اتنين: ديبريشن أور مانيك إبيسود.
بيقول لك البيرسون لازم يجي له ديليوجن اور هالوسينيشن فور ات لاست ايه 2 ويك، مده اسبوعين في الفتره اللي هو مبيبقاش فيه عنده، يعني هو البيرسون ده بيبقى عنده ديبريشن ومانيك ابيسود. الفتره اللي مبيبقاش فيها عنده ديبريشن ولا مانيك ابيسود مش بيبقى زينا تمام، لا بيبقى عنده ديليوجن اور هالوسينيشن فور تو فور لاست 2 ايه على الاقل 2 اسبوعين تمام. بيقول لك الكاركتيريا the symptom that meet criteria for depression or manic episode are present for over half the health duration. يعني بيقول لك الأعراض اللي بتفي معايير الدبريشن والهوس موجودة لأكتر من نصف المدة الصحية، يعني أكتر ما هو بيقعد سليم لا هو بيبقى إيه عنده الأعراض دي delusion بقى hallucination أو بيبقى عنده الدبريشن والمانيك إبيسود تمام. يعني المدة اللي بيقعدها فيها صحيحة أقل جدا من المدة اللي إيه اللي بيقعد فيها عنده أعراض symptom للإيه السكيزوفرينيا تمام. عندنا بعد كده delusional disorder. في delusional disorder فيها عندي بيقول لك لازم يبقى فيه presence of delusion one delusion for at least one month، يعني على الأقل بيبقى عنده واحد delusion على الأقل لمدة ايه شهر واحد. بيقول لك ما بيستوفيش كل الصفات كل الكاركتيريا بتاع السكيزوفرينيا، بيبقى فيه فانكشن امبيرد بس او سايد اوف اوف الامباكت بتاع الديليوجن، بيبقى عندي ديوريشن اوف الديبريشن اور المانيك ابيسود للشخص ده بتبقى ايه اقل خالص في المده، مده قصيره بالنسبه لمده الوهم بالنسبه لمده الديليوجن والافكار الاضطهاديه بتاعته تمام. في عندنا البريف سايكوتيك ديس اوردر، بيقول لك فيها بتبقى السيمتوم بيقول لك وانس اور مور اوف ذا فولوينج سيمتوم، لازم تبقى مع الشخص مدة يوم بس اقل من شهر. الاعراض دي الديليوشن الهالوسينيشن ديس اورجانيزد في سبيتش في جلوسلاي جروسلي ديس اورجانيزد اور كاتاتونيك بيهيفير ماشي. بيقول لك لازم يبقى فيه اضطراب ذهاني مهن اللي هو اتنوت سايكوتيك ديس اوردر. بيقول لك واحد او اكتر من فلوينج سيمتوم لازم تبقى موجوده تمام، سواء بقى السيمتوم اللي هي يعني بتبقى بتاثر على الشخص قوي، في طبعا علاقته مع الاخرين في ريليشن شيب تمام، عامله له ازعاج وتعطيل، يعني مثلا مش قادر يروح شغله مش قادر يعمل الديلي تاسك ماشي، مفيش ريليشن شيب في ايزوليشن تمام، وبيبقى محتاج ان هو يستدعي ان الشخص ده يستدعي له مساعده طبيه تمام. في عند بيقول لك الاعراض دي بتظهر مره واحده كل اسبوع بالنسبه لاخر شهر، بقت على at least once a week for the past month تمام، and must have started or gotten worse in the past year، يعني حتى حالته بالسوء عن السنة العام الماضي. دي كده كانت السكيزوفرينيا ديسوردر، اخدنا فيها الثلاثة سكيزو افكتيف وديليوجينال والبريف سايكوتيك ديسوردر طبعا. في البريف سايكوتيك ديس اوردر ديت بتبقى باينه خلاص الساين والسيمتوم باينه على الشخص جامد، بتبقى بقى متاثره فيه يعني بطريقه سلبيه خالص، ان هو مش قادر يعمل ريليشن شيب ولا في ديس فانكشنال في الاوكوبيشنال ديس فانكشن، وفي عندنا ويزدرول وايزوليشن تمام، ويمكن يبقى الشخص هنا بيبقى فيها ايه اجريسيف. عندنا التايبس اوف سكيزوفرينيا، هما خمسة تايب، five types of schizophrenia: paranoid schizophrenia, catatonic, disorganized, residual, and differentiated schizophrenia. هناخد البارانويد of schizophrenia تمام. ده أول تايب، بيقولك appear later in life تمام.
the patient have delusion and persecution of persecution اللي هو اضطهاد، حاسس ان هو مضطهد من الاخرين. تمام. the most symptom of paranoid schizophrenia are auditory، يعني الهلوسينيشن هنا فيها سمعية. hallucination usually have a usually listen voice. تمام. the patient may also have delusion of personal grandeur، يعني عنده بقى ايه، لا هلوسة بتاع العظمة زي ما بيقول جنون العظمة، يعني هف ايه ان هو اللي عنده طاقة خارقة، ان هو مثلا الافكار اللي هي ايه افكار العظمة. the mean defense is projection اللي هو الاسقاط، لا مش هنا، لا مش كده يعني مش تمام. دي هنا الدفاع. the paranoid schizophrenic speech cognitive function and emotional experience are less impaired than in some of the other time. هنا بيقول لك البروجنوزيس البروجريس از ايه جود، وطبعا بيقول لك بتبقى في بتيجي في في عمر عن 29 من 29 ل 35 يير. اوكي. بعد كده عندنا الكاتاتونيك سكيزوفرينيا. الكاتاتونيك سكيزوفرينيا بتبقى فيه abnormal في الموتور بيهيفير. the onset is usually acute ماشي، and the progress is good with medication. بتتقسم لحاجتين اتنين، عندنا الكاتاتونيك ستوبر وكاتاتونيك اكسايتمنت. في الكاتاتونيك ستوبر اللي هو بيبقى فيه reduction خالص في الاكتيفيتي، تمام، dramatic reduction في الاكتيفيتي، في الريسبونس في الحركه، في الموف كان نوت سبيك كان نوت موف كان نوت ريسبوند، يعني ايه واكس فليكسيبيليتي اللي هي بيقول لك عليها المرونه الشمعيه. كاتاتونيك اكسايتمنت اوفر اكسايتمنت اوفر هايبر اكتيفيتي ايكوليليا اور موفمنت ايكوفراكسيا ماشي، عنده فرط الحركه ماشي، فرط في فرط اثاره وفرط نشاط فيها، متقسمة لحاجتين اتنين. تمام. بعد كده عندنا التايبس تلاتة في disorganized schizophrenia. the most regressed and socially impaired of the all schizophrenia types، يعني ده بيقول لك الاكتر النوع المرض الاكتر حدة بالنسبة للتايبس بتاع ال الاسكيزوفرينيا. قال لك سموها ديس اورجانيزد ليه؟ سايكاتريك سايكاتريست ديس اورجانيزد سكيزوفرينيا بيكوز البيشنت كان نوت بيرفورم ديلي اكتيفيتي ساش از بريبيرنج الميل تيكينج كير اوف اند اوف بيرسونال هايجين زي الواشنج اقل حاجه. سو ديس اورجانيزد سكيزوفرينيا از ا مور سيفير سكيزوفرينيا ماشي. بيقول لك يوجوالي ابير ايرلي ان لايف. تمام. الاول نوع قلنا اول نوع اللي كان بارانويد قلنا من 29 ل 35 سنه في الحدود دي. النوع الثاني كان الكاتاتونيك بيفور ال 25 يير. ديس اورجانيزد ايرلي ان لايف. ذا ديسوردر كاركترايز باي بريدومينانت فيتشر اوف ديس اورجانيزد سبيتش ماشي، في ديس اورجانيزد في السبيتش كاركترايز باي ديس اورجانيزد في سبيتش ديس اورجانيزد في البيهافير اند فلات اور ان ابروبرايت افكت inappropriate emotion confused and disorganized في ال behavior. عندي برضو ايه ال patient كان بيتأثر patient can not perform daily activity such as preparing meal and taking care and taking care of a personal. التايب التايبس اوف سكيزوفرينيا عندنا الريزيدوال سكيزوفرينيا ده تايب نمبر 4. تمام. عندنا بيقول لك البيرسون ده نوت اكسبت برومينانت ديليوجن اور هالوسينيشن اور سبيتش اور بيهافير. بيقول لك هنا الشخص ما بتظهرش عليه اي اعراض او اعراض اللي هو الاوهام، يعني ديليوجن اور هالوسينيشن ما تبقاش بارزه او في كلام، مفيش برضو الاعراض بتاع الكلام يعني في السلوك وفي الكلام وكده، بس برضو فهي بتظهر عليه اعراض مثل ايه زي نقص التعبير العاطفي lack of emotional experience inability to start or beginning carry out goal oriented task اللي هو تنفيذ المهام الموجهة ليه نحو الهدف.
عندنا ال types number 5 and differentiated schizophrenia اللي هو الفصام غير المتميز. بيقول لك الفرد هنا ما بيستوفيش كل معايير المعايير وال في الانفصام الغير متميز، مش بيستوفي كل المعايير زي مثلا الانواع المصابه بجنون العظمه او غير او غير الافكار الغير المنتظمه او اللي هي الكاتاتونيك، لا. ومع ذلك فبيبقى في عنده ايه واحد او اكتر من الاعراض التاليه زي مثلا ديليوجن، الهالوسينيشن، كاتاتونيك بيهيفير، تمام، اكسترملي ديس اورجانيزد بيهيفير، سلوك غير منظم للغايه، نيجاتيف سيمتومز ساش از ان ابيليتي تو بيجين اند كاري اوت جول، يعني اللي هو عدم القدره على البدء وتنفيذ المهام الموجهه له، اقل حاجه زي مثلا ايه getting dressed اللي هو ارتداء الملابس. ده هنا جدول فيه التايبس بتاع السكيزوفرينيا، البارانويد وديس اورجانيزد والكاتاتونيك والريزيدوال، متقسمين او عاملين مقارنه بينهم من ناحيه الايج والانسيت والديوريشن والبروجنوزيس، تمام. طبعا البارانويد زي ما احنا قلنا من 29 ل 35، ديس اورجانيزد من 25 يير، تمام، بيفور ال 25 يير، كاتاتونيك ايرلي ليت تينز تو ايرلي 20 ييرز، ايرلي ان ايه قرابة العشرين عام، تمام. ده في الريزيدوال. الباقي بقى عندنا الانسيت والديوريشن والبروجنوسيس زي ما احنا ايه ريلابس. هناخد ريلابس اوف سكيزوفرينيا. ريلابس يعني ايه؟ يحصل للشخص انتكاسة بعد ما احنا عملنا كنترول على الساين والسيمتوم، والشخص بقى قعد فترة من الزمن بشكل سليم او بشكل افضل، طبعا خضع للعلاج. يبقى عندنا ريلابس وين ذا سيمتوم، وين ذا سيمتوم سكيزوفرينيا وورس افتر، يبقى ايه انتكاسه تتفاقم اعراض الفصام تاني، افتر ايه ان افتر ا بيرسون ان تريتمنت هاز بين فيلينج اند اكتنج بيتر فور ا بيريد اوف ا تايم، تمام. بيقول لك كوزز اوف ريلابس، ان هو بيقول لك مفيش اسمه ده هو اول حاجه اللي هو no complaints with medication، اللي انا مش ملتزمه مش ملتزم بمواعيد العلاج، او قلل الجرعه، تمام، يعني ما بقاش ياخد او قلل الجرعه، او lack في الريليشن شيب والسبورت، يبقى قله الدعم والعلاقه الاسريه مثلا او الاهتمام ذات نفسه للشخص ده. في early بقى sign of relapse، يبقى انا عيني عليه الشخص ده، مش هستناه لحد ما يدخل في relapse لا، في sign، في early sign ابقى انا واخده بالي منها. اول حاجه restless في السليب، نوم بغير راحه، تمام، feeling tense and fearful اللي هو عندي الشعور بالتوتر او الخوف، عدم التركيز، difficulty في concentration، في عندي excessive tiredness and lack of energy، يبقى انا فقدت الطاقة والتعب مفرط من اقل حاجة، في عندي confusion and disorganized symptom، حصل عندي ارتباك في التفكير واضطراب فيه، reappearance of worsening of psychotic symptom زي delusion والhallucination، يبقى عودة الأعراض الذهانية تاني وبدأت تتفاقم زي الهلوسة والأوهام، تمام. في عندنا ايه ال difficulty في irritability to cope with simple and everyday task، حصل عندي صعوبة أو عدم التأقلم بالنسبة للنشاط اليومي البسيط، تمام، وفي بقيت سريع الانفعال وسريع الغضب، الشخص ده بقى ايه acting agitation and irritable and quick tempered، تمام. دي كده بالنسبه للريلابس. عندي زي tips of for preventing schizophrenia relapse، في tips for preventing schizophrenia relapse. اول حاجه بيقول لك عشان نمنعها او نعمل لها كنترول، نمنع الانتكاسه للفصام، يبقى اول حاجه باي تيك يور ميديكيشن از بريسكرايب، يبقى انا باخد الادويه الخاصه، بياخد الادويه الخاصه كما هو ايه موصوف له في البريسكرايب، تمام، بارتيسيبيت ان ثيرابي لو كان موصوف له في العلاج ده
مشاركة في العلاج، يبقى لازم انا ابقى حريصة، او لازم الشخص يبقى حريص ان هو يشارك في العلاج نفسيا واجتماعيا، ماشي. فلازم نتأكد ان هو بيشارك فيه، لان ده بيساعد في الاستشارة الطبية على كيفية التعامل مع التوتر، بيديك حاجات educational ازاي انا اتعامل مع التوتر والتحديات المرض. بعد كده address early sign early symptom of relapse. People with schizophrenia experience early warning sign before a relapse occur. قبل ما الانتكاسة بتحصل بيبقى في عندي sign، يبقى انا واخدة حذري فيها وايه واخدة بالي قبل ما الشخص ده يخش لي في انتكاسه. لا، انا ابقى ايه اعمل كنترول عليه، فوكس اون لايف ستايل. يبقى انا لازم اعمل لي جدول، او هم طبعا الاشخاص والدعم بينا للشخص ده اللي عنده سكيزوفرينيا، من سواء بقى العيله او المحيطين، بيبقى ايه بيساعد النمط الحياه، اسلوب الحياه الصحي، بيساعد الشخص ده ان هو يحافظ على صحته جسديا ونفسيا، سواء بقى اللي هو كان بيدخن لازم يقلع التدخين او يقلله طبعا، تناول الطعام الصحي، ان هو يمارس الرياضه بانتظام. ايه تاني عندنا؟ طبعا يبعد عن الكحول والمخدرات والحاجات ديت، avoid a drug abuse. ولو في اي مشاكل طبعا في الاستشارة الطبية، بيقول بتبدأي مثلا تستشيري الدكتور في الايه في المشاكل ديت البروبلم، وازاي هو ايه يبدأ يناقشها معاكي ويشوف حل. ماشي، قلنا short attention span، تمام. expected outcome be free from injury، طبعا ده اللي هو الهدف يعني. respond to reality based interaction intent initiated by other demonstrate decreased anxiety level the client will be able to describe delusional process. عندي في nursing intervention maintain safety of patient and other in the environment from harmful effect. يبقى انا دلوقتي هوفر للبيشنت ده والاذرز بيئة امنة، ماشي، from harmful. هعمل establish of therapeutic nurse patient relationship to provide an emotionally safe، ماشي، يبقى انا في علاقة بيني وبين المريض عشان ابدأ يحس فيها بالامان، ولما يحس بالامان طبعا هيبدأ يتفاعل مع الاشخاص ومعايا في العلاقة ديت وفي الجروب مثلا النشاطات اللي احنا هنبدأ نعملها وكده، يبدأ يتعامل لما يحس بالامان. ابدأ انا ادي فيه نصائح توجيهات، طبعا بستخدم ايه، بيقولك use simple explanation and avoid use of abstraction. يبقى انا دلوقتي هستخدم شرح مبسط جدا وسلس عشان هو يفهمه مني، ما يعني اصل هو لوحده عنده impairment في thinking وفي الـ behavior وفي كل حاجة، فهنستخدم فيها شرح ايه مبسط. avoiding brushing the details of client delusion. انا مش هدخل في التفاصيل، يعني مثلا هو قال دلوقتي عندي delusion، انا مش هدخل في تفاصيل الديليوجن معاه، لا. عندي هنا بقى بيقول لك في nursing intervention distract client from delusion by engaging him in least certain more comfortable activity. يبقى انا بعمل صرف الانتباه البيشنت واشراكه في نشاطات اخرى بتبقى اقل تهديد، ماشي، والنشاط يبقى comfortable مريح جدا activity، تمام. be sincere and honest when communicated with the client. لازم نبقى ايه مخلصين في مع البيشنت او الكلاينت. avoid vague or evasive remarks.
يبقى انا دلوقتي بتجنب معاه الغموض والملاحظات المراوغه، لان هو طبعا عشان ما يفهمش غلط في نفس الوقت، وعشان انا دلوقتي بعمل ايه سيف انفايرمنت في ريليشن شيب بيني وبينه، عشان هيبقى هيدخل في كورس علاج وفي حاجات تانية غنى عنها خالص. don't make promise that you cannot keep. encourage client to talk with you but don't pray for information. يبقى انا بشجع الكلاينت ان هو يتكلم معايا وياخد ويدي، طبعا هطلع من الكلام وديت على مشكلات هو يعني حاجه بتقلقه، في انكزايتي خوف من حاجه، تمام، من غير ما احسسه ان انا بطفل عليه يعني، او ان انا قاعده اصلا بطفل عليه، لا انا بعمل المحادثه دي كلها عشان حاجه هقدم منها education ليه هو، تمام. explain procedure and make sure that the client understand procedure before carry out. يبقى انا بعمل قبل ما هعمل بروسيجر لازم ابقى اعمل له explanation ليه والاذرز، تمام، وابقى متاكده ان الكلاينت اندرستاند الايه البروسيجر من قبل ما ابدا. جيف بوزيتيف فيدباك فور ذا كلاينت سكسس. لما الاقي مثلا دلوقتي مثلا عملت تاسكس او بروسيجر وفي مثلا اكتيفيتي وشارك فيها لا وبدا يشارك وعمل خطوه ايجابيه، لا انا هبقى اعمل له ايه انكورج وادي له فيدباك بوزيتيف، عشان ده هيحسسه ان هو عمل حاجه لو انجز. ديت كلها بتاثر فيه بقى في حالته النفسيه، يمكن يدي اكتر ويحب ان ايه اشجعه يعني، ماشي، بحفزه. nursing intervention بتبقى assessment of hallucinations that include اول حاجة whether hallucinations are slowly auditory or include other sense. بقيم انا الهلوسة ديت اذا كانت هلوسة سمعية فقط ولا بتتدخل هلوسة من نوع تاني، حاسة تانية في الهلوسة، كم من الوقت بيعاني المريض من الهلوسة، how long the patient have expressed the hallucination, what initial hallucination were like. الهلوسينيشن ديت بتبقى عبارة عن ايه، طب هي نفس الهلوسينيشن الاولية ولا حصل لها تغيير يعني زادت شوية او يعني بقى حوار تاني، when situation is most likely to trigger hallucination and which time of day that occur most frequently. يبقى انا بقيم الهلوسة ديت بتحصل في اي وقت في اليوم بالظبط، وايه الاسباب اللي بتخلي الهلوسة ديت تيجي عنده، ماشي، وبقيم الوقت اللي بيجي فيها، ايه الاكتر الاوقات اللي بتيجي فيها الهلوسة، ايه الاوقات اللي بتتكرر فيها الهلوسة. When the hallucination commands the client to do something يبقى يمكن الهلوسة ديت بتأمره ان هو ينفذ حاجات، واشوف كمان هل البيشنت ده follow this commands الاوامر ديت ولا لا، وايه احتمالية ان الاوامر ديت هتأذيه، يبقى في تدمير destructive the command، how a potentially احتمالية ايه التدمير فيه، يمكن تبقى حاجات aggressive تأذي وتأذي الآخرين، how the client يمكن suicidal idea كمان، how the client feel about hallucination، تمام، يعني هل هو عارف ان هي مثلا حاجة وهمية ولا ايه كده، which strategy the client have used to cope with hallucination. ما هي الاستراتيجيات اللي بيستخدمها العميل للتعامل مع الهلوسة، يعني هو دلوقتي لما بيجي له الهلوسة هو بيعمل ايه، بيتفاعل ازاي معاها، هل يعني بيستجيب فيها ولا هو عارف ان هي صوت وخلاص وعايز يعمل كنترول عليها ولا ازاي، تمام. دي كلها اسئلة انت بتقيمي بيها درجة الهلوسينيشن اللي وصل لها المريض. has the client previously expressed hallucination. طب ديت المره كام او بتجيلك كل قد ايه، how long، تمام، ايه المده نفسها بتاع الهلوسينيشن بتقعد قد ايه، when did have they have initial. uh,
بيقول لك utilize the nurse client relationship that patient must trust the nurse before talking about hallucination. يبقى انا لازم ببقى عامله كمان في nursing intervention لازم عامله حساب العلاقه اللي انا هستفيد انا من العلاقه ديت بين الكلاينت وبين النيرس. لازم الكلاينت يبقى فيه ثقه بالنيرس عشان قبل ما يتكلم. كل ما كان فيه ثقه كل ما اداها ايه المعلومات اكتر تمام، وكل ما تفاعل كويس وعرف حتى هي تعرف تستدرجه وتاخده معاها في ايه في المانجمنت او الكير بتاعها ماشي. Orient the patient with actual event or activity. يبقى انا بوجه برضو على طول المريض، يعني لما اشوف في الهلوسينيشن ما سيبهوش في الهلوسينيشن، لا ابقى اخده بقى يمارس نشاطات او ايه او ابقى متابعاه تمام، انشطه فعليه. يبقى عندي call the patient and staff member by their name to reinforce reality. يبقى انا دلوقتي كمان لما بيقول لك لما تنادي البيشنت او الكلاينت تستخدمي اسمه الحقيقي عشان يبقى مرتبط بالواقع عشان ما يربطهاش في حاجه تانية داخل الايه الهلوسينيشن. يوز كريل كونسرت ستيتمنت، يبقى انا هستخدم عبارات واضحه وملموسه. يوز كريل دايركت فيربال كوميونيكيشن، بستخدم العبارات في اللفظ الشفوي بتبقى واضحه ومباشره، يعني مش حاجات غامضه ولا حاجات من بلف وادور فيها، لا بتبقى واضحه وايه وسلسه ومباشره مباشره خلاص ما فيهاش لف على سبيل لا ما تهزش راسك. يبقى هو ايه ده المثال، يعني يبقى هو ولا لا قدامه، مش حاجات فيها حوار يعني تمام. بيقولك avoid asking the client to make shoes as don't ask what you like to talk or to be alone كده تجنب، يعني ايه ما عادش خيره just the client talk with you يعني ما خيرهوش تمام. بنعمل تشجيع encourage the client to tell staff member about hallucination. طبعا في بشجعه ان هو يقول لنا ايه المضمون بتاع الهلوسينيشن وياخد ويدي. describe the hallucination behavior to the client examples you are seem to the distracted and you hearing voice. لازم يصف السلوكيات بتاع الهلوسينيشن، يعني مثلا لو شايفاه كده اسأله طب انت بتسمع صوت ولا ايه كده، يعني ابدا اكلمه لما احس ان هو ايه لا في هو في هلوسينيشن لازم اطلعه منها تمام. explore the content of auditory hallucination to determine the possibility to harm self or other. لازم انا اعرف الكونتنت بتاع الهلوسينيشن بالذات السمعيه دي، ان هو بيسمع صوت يمكن بيامره بحاجه، يمكن الكونتنت ده نفسه harmful ليه هو واللي حواليه. Provide simple activity that the client can realistically accomplish. توفير لازم اوفر له أنشطة بسيطة ان هو يقدر حتى انه على انجازها، يعني ما اجيبلوش نشاط هو مش هيقدر ان هو يقوم بيه واقول له اعمله ماشي، والنشاط ده يربطه بالواقع اكتر ويبعده عن الهلوسينيشن. Reassure the client that he is safe and will not be harmed to help to feel safe trust in environment. يبقى انا بطمئن العميل ان بطمئن البيشنت ان الانفايرمنت بحاول اطمئنه، يعني ان الانفايرمنت سيفتي طبعا جود ريليشن شيب بيني وبينه في تراست او بينه وبين الفريق الطبي يعني تمام. Modify client environment to decrease situation that broke anxiety excessively competitive noisy challenge activity. تمام، يبقى أنا بعمل بعدل في بيئة العمل عشان أبعد أنا أعمل decrease anxiety ليه
وبالنسبة لإيه عن طريق اللي هو فيه نشاط مثلا، ده كله هسحب منه أنا الطاقة السلبية اللي هو فيه وأعمل له النشاط ده حقيقي، يعني هيسحب منه الطاقة السلبية وفي نفس الوقت أوفر له البيئة آمنة هادئة ما في ماشي، النشاط ما يبقاش صعب عليه. تمام، refrain from arguing or having lengthy discussion about content of her and its increase anxiety when increase hallucination. يعني مثلا هو بيتكلم عن الهلوسينيشن وكده ومعايا، ما ادخلش في تفاصيل جدا واقعد اركز بقى على الهلوسينيشن وكده، وبحيث ان انا اقعد بقى اخوفه واقلقه تاني اكتر من الاول، لا خلاص انا عرفت الكونتنت مش شرط اركز له عليها قوي، يعني انا عايزه ابعده اصلا واطلعه من الهلوسينيشن، مش هدخله جواها ان هو يركز فيها ويحس بالانكزايتي، لان كده ده هيزود عنده الانكزايتي. accept and support client feeling، يبقى مثلا هو دلوقتي المريض sadness or fear underlying hallucination اللي هو بيسمعها او بيشوفها، تمام، to reduce the patient fear and anxiety، يبقى انا بعمله support واحس معاه، يعني ما اقعدش اضحك قدامه واقعد واقعد واقعد، لا انا بخفف عليه الفير، لا هخفف عليه الفير ده واعمله support. تمام، teach the client technique that help to interrupt the hallucination، هعلمه تكنيك ازاي يشتت عنه ويمنع الهلوسينيشن تسيطر عليه وتتحكم فيه، لما يجيله الهلوسينيشن يعمل ايه، tell the voice to go away or saying stop. ماشي، ديت التقنيات اللي هتساعده ان هو يوقف الهلوسينيشن، ان هو يقول للصوت ده يقف، تمام، او ايه روح بعيد عني. client sign or play music over voice، يبقى لما الصوت يجيله يبدأ يغني مثلا او يعلي صوت المزيكا ويسمعها، يبقى اعلى من الصوت اللي ايه اللي بيكلمه. tell staff when voice heard، اقول له يقول للموظفين واللي حواليه ان الفويس بدأ، يعني ما يسكتش على نفسه. talk with family or friend، تمام، لو في البيت مثلا يبدا يتكلم مع اصحابه، يبدا يتكلم مع الفاميلي. بارتيسيبيت ان اكتيفيتي، يبدا يعمل نشاطات وما يسيبش نفسه ايزوليشن اور ويزدرول ولوحده، او احنا كمان ما نسيبهوش لوحده اغلبيه الاوقات، لازم يبقى نشغل وقته بالايه بالاكتيفيتي ان هو يشارك فيها مع الاذرز. ديت كده ايه التكنيك اوف هاو تو انتربت ذا هلوسينيشن. encourage patient to take prescribed medication to control psychotic symptoms، طبعا وصف له في medication prescribed لازم ياخده، لازم اشجعه واعرفه ايه اهميه ان انت لازم تاخد العلاج، ايه مش هيحصل لك الا إيه وما اخدتوش بانتظام وفي الميعاد وبالجرعه المحدده، ولا يزود ولا ينقص. teach patient family about adverse effect of a medication، لازم ابقى معرفه البيشنت والفاميلي about side effect of المديكيشن. هناخد nursing diagnosis التاني كده، خلصنا بتاع الايه الالترت في ال ماشي، خلصنا الهلوسينيشن، هنبدأ في nursing diagnosis رقم 3، وعندي فيها client at risk، هنا ايه high risk for self-directed violence or risk for other direct violence related to. يبقى هنا دلوقتي الكلاينت بتاعي موجه از معرض لايه، لحاجه يعني هتحصله مثلا بعنف، زي مثلا ايه خطر عليه، هتاثر عليه خطر وهارمفول. combined بيقول لك related to ايه، combined hallucination، يبقى فيها هلوسه مثلا كذا شخص بيتكلموا، فيها هلوسه اكتر من شخص في وقت واحد. ماشي، في عندنا suspiciousness اللي هو الارتياب، fair evidence كمان في خوف. ماشي تمام، بيقول لك related evidence by a fear، يبقى في خوف. mistrust عدم الثقة. suspicious اللي هو حاجات بدأ يبقى حاسس بحاجات مريبة. agitation. ماشي، expected outcome، client will discuss feeling، تمام،
client will discuss feeling، اللي انا هشجعه يعمل ايه، يدخل معايا في حوار ويحكي لي عن ايه discuss feeling. client demonstrate non aggressive behavior، تمام؟ يبقى عشان ابعده عن non aggressive behavior، يعني خلاص withdraw، او ان هو يسيب الحاجة، يعني يعدل من سلوكه بدل ما هو aggressive يبقى non aggressive. verbalize no desire to harm self or other، عشان ايه؟ يبعد عن ايذاء نفسه وايذاء الاخرين، ده في expected outcome. verbalize ability to recognize early signs and symptoms that lead to violence، anger، frustration، anxiety، paranoia، and persecutory thoughts. يبقى انا البيشنت يبقى عنده القدرة على التعرف، وعلى بالنسبة يتعرف على العلامات sign والسيمتوم الأولية اللي بتأدي مثلا للعنف، طبعا زي مثلا الاحباط، دخل في احباط، الغضب، القلق، البارانويا طبعا، هو الفكر الاضطهادي، تمام. nursing intervention هنا بالنسبة للفوليانس، a client should be moved to safe environment and remain with someone at all time or in direct observation. يبقى أنا هشيل هوفر للبيشنت ده بيئة آمنة، ولازم أبقى إيه good observation عليه، هوفر له good observation، مش شرط عشان ما يحسش إن هو متراقب، يبقى يا إما في حد معاه يا إما إيه in direct observation، بس عيني عليه. encourage client to talk about to talk out feeling rather than act out feeling. يبقى انا بشجعه ان هو يشارك بمشاعره ويعبر عن اللي فيه، تمام، بدل ما هو يكتمها. لا، انا لما هيقول مثلا انا هقدر اعمل له التكنيك المعين اللي اطلعه في الاكتيفيتي في الكلام معاه اللي هنصحه هوجهه. instruct client to inform nurse whenever delusional thoughts or hallucinatory experience become، تمام، interfere with the client daily activity. يبقى انا برشد كمان وببلغ ببلغه ان لما يحصل لك مثلا في hallucination or delusion، يبدأ يتكلم او كده، ويبدأ يقول لنا، يعني يجي يقول عن الديليوجن والهلوسينيشن اللي حصل له، بالذات لو هو بدأ الحاجة دي تأثر على الديلي اكتيفيتي بتاعته. help client to identify trigger to aggression such as noise and familiar people or anxiety. هو بشجعه ان هو يتكلم ويقول لي عن اسباب الحاجات اللي بتقلقه واللي بتخوفه واللي بيخليه يتصرف بشكل عدواني، تمام. ايه الاشخاص مثلا ما بيحبهمش او اللي بيخاف منهم، طبعا ابدا اوفر له بيئه ايه امنه. if behavior begin to escalate، بيقول لك if behavior begin to escalate remain calm، تمام، give personal space، بيقول لك اذا تصاعد السلوك العدواني عنده انا ابقى هاديه، ما تفاعلش معايا وما عصبش زيه او انفعل عليه او بكون بشكل عدواني، لا ابقى فيه هدوء. give personal space، لازم يبقى فيه مساحه بيني وبين الشخص اللي قدامي. direct client to stop behavior immediately by firm، ماشي، clear statement، بيقول لك ان انا هبدا اوجه بسرعه، اقول لا stop behavior that بشكل فوري وحازم وواضح وقاطع. accompany client to quiet or secluded area and return as last intervention. هبدا اعزل المريض، تمام،
هبدأ أعزل المريض في مكان آمن، تمام، وأطمئنه إن الموظفين هنا هيحموه من إيذاء نفسه أو الآخرين. resume him him that stuff will protect him from harmful self أو harming self or others، تمام. واللي هو لو مثلا كان بي لو اضطر اللي احنا هنأيده عشان اعمله ان هو يسيب التصرف العدواني ده ويبطل السلوك ده، تقييده طبعا ايه كتدخل اخير، ده في الاخر خالص، تمام. وافويد فيزيكال كونتاكت، ان انا ما اتواصلش معاه او المسه جسديا. سيت ليميت اون اجريسيف بيهيفير، لازم اعمل حد للتصرف العدواني ده كله. لو البيهيفير خلاص تصاعد السلوك وانا مش لاقي حلول، لازم ابقى هاديه، ابقى في مسافه بيني وبينه، لازم ابقى اقول له ستوب البيهيفير ده بصوت واضح وحازم، تمام، وفوري. وان انا هبدأ امنه بيئة امنة بعيدة عن اي معزولة وامنة عشان ما يبقاش هو خطر على نفسه وعلى الاخرين، واطمنه ان انت دلوقتي في امان، ولو اضطر اللي احنا هنأيده ده طبعا ده كايه في مرحلة اخيرة. وتجنب الاتصال الجسدي. Help client who is preoccupied with obsessive thoughts or of distraction to participate in appropriate therapeutic group activity or occupational or psychotherapy. ولازم اشارك الكلاينت ده وابدا اقول له انت اشاركه معايا واخده في مجموعات علاجيه مناسبه كنشاط او علاج وظيفي او نفسي، تمام. برايز كلاينت افورت تو كنترول انجر اور اجريشن اور سيك ستاف هيلب بيفور نيجاتيف فيلينج ذات ليد تو فوليانس. يبقى لما هو يبدأ يسيطر على غضبه وكده يعمل كنترول عليه او الافكار العدوانية، ابدأ بقى انا اديله فيدباك ساكسس، اللي انا اقول له تمام كده انت كويس، تمام، قبل ما ايه وهديه خالص. ازاي هو عارف يسيطر على نفسه على الغضب اللي فيه وعلى الافكار العدوانية، ماشي، عشان يبعد واحدة واحدة ويهدى كده، يبعد عن العنف. طب هنا ايه هي بقى الافكار اللي انا هبدأ اخدها او التكنيك عشان يبدأ يقل في الفوليانس؟ عندي بقولك price client effort to control anger or aggression or seek staff help before negative feeling that lead to volus. بيقولك teach client family to recognize early signs and symptoms. يبقى انا بعلم حتى الفاميلي ازاي يعملوا early sign to recognize the early sign of symptom that increase anger, agitation and anxiety. يبقى انا بوفر له البيئة الامنة واعرف ايه اللي بيخلي عنده الانجر اللي بيغضبه او بيخلي عنده الافكار اللي هي الفولنس يبقى عدواني تتنشط عنده يبعدوا عنه، تمام. and listen for suicide and homicide. انا بعلم الاسره كيف استخدام التدخل المناسب، ماشي، هو ان هم التعرف على العلامات والاعراض التي تزيد من الغضب والانفعالات والقلق والقلق، وان هو يمكن يستمع لاصوات وكده يبقى عنده افكار انتحاريه او افكار ان هو يقتل حد، تمام. بقول لك when working with a client who are suspicious never touching without specific permission. يبقى انا دلوقتي بتعامل مع الشخص ده ملمسهوش الا لما اخد منه الاذن، اعرفه يعني اللي انا هلمسك مثلا او يبقى عارف. give plenty of personal space، لازم يبقى فيه مساحة بيني وبين الشخص. avoid talking softly with other stuff، وفي نفس الوقت ده ما عادش اتكلم بهدوء بيني وبين الستاف يفهم اللي احنا مثلا بنتكلم عليه او بنتودد عليه، تمام. يمكن ده يحفز عنده تاني الايه الافكار تاني ويهيجها تاني، ماشي، نشطها.
anti nursing diagnosis risk of impaired social interaction related to altered في sensory perception، لان حصل altered في الادراك الحسي، في تغيير في الادراك الحسي، والتر في الثوث بروسيس، وحصل تغيير حتى في الافكار في عمليه التفكير، withdrawal وكمان في انسحاب. تمام، evidence by client withdrawal from environment and from others. evidence by ايه اللي توضح ان هو حصل للكلاينت او البيرسون ده withdrawal from the environment و from the other. demonstrate inability, difficulty to engage or in social interaction, poor interpersonal relationship, isolated, difficulty with verbal communication. expected outcome عندي ايه؟ verbalized willingness to engage in social willingness to engage in social interaction, verbally interact with other clients for specific period of time. تمام، يبقى لازم احفزه واقول له ينخرط تاني او ارجعه تاني ويبقى عنده الرغبه ان هو انخراط في التفاعلات الاجتماعيه، سواء كانت شفهيه بقى او التعامل مع الاخرين، ماشي، في فتره زمن ايه محدوده حتى. demonstrate appropriate emotional response. demonstrate appropriate emotional response عشان يظهر الاستجابة العاطفية المناسبة للsituation. communicate effectively with others والتواصل الفعال مع الآخرين. nursing intervention. teach the client social communication skills such as eye contact, active listening, avoid topic inappropriate for causal conversation, verbal contact appropriate with what is said. يبقى أنا بعلم الكلاينت مهارات الاتصال الاجتماعي، الاتصال بالعين، الاستماع الفعال اللي انا ابقى فيه attention، تجنب الموضوعات غير المناسبة للمحادثات السلبية avoid. تمام، المحتوى اللفظي verbal contact appropriate of what is said. يبقى انا لازم يبقى عنده المحتوى اللفظي المناسب اللي هيقوله، هيقول ايه. تمام، support any success interaction with other and give positive reinforcement. بقى انا لما يحصل مثلا هو دلوقتي بقى interaction قصدي interactive with others وفي relationship good، يبقى انا لازم ابقى في دعم، بشجعه، بقول له تمام، في positive تشجيع يعني. تمام، feedback. structure each day to include planned time for interaction and activity with a client. يبقى انا بخطط لليوم هو هيعمل فيه ايه، لازم اليوم بيبقى مليان في جدول كده، انشطه قصيره مع العميل، مع الكلاينت. تمام، ما سيبهوش لوحده كتير. الاكتيفيتي ديت هي اللي ايه هتخلي فيه تفاعل بينه وتنشطه ويعمل كنترول على الحالة دي. spend brief interaction with patient each day. لازم يبقى فيه تايم اللي انا مع البيشنت في اليوم بخصصه معاه، لازم اقضيه معاه. engage in meaningful non-challenging interaction. establish role model for social behavior in one-to-one and group interaction. او يمكن يبقى مثلا حتى عندنا فقرات تسليه وكده، مش شرط يبقى كله اكتيفيتي او كله نشاطات اللي انا هعلمه فيه، لا، يعني ايه فترات فكاهيه كده حتى يغير نغير الجو وكده، يبقى فيه سن فكاهه. ماشي، establish self concept of client and coming abilities, acts as role model for social behavior in one to one and group interaction. اللي انا هبدا اخليه حتى يشارك في سلوكيات اجتماعيه، سواء تفاعلات فرديه او تفاعلات اجتماعيه يعني اكتر في جروب. تمام،
و help the client to improve his or her grooming. ازاي يبدأ يعمل daily tasks سواء كان washing, grooming, daily activity, الهيجين. تمام، ان هو يعتمد على نفسه فيها. عندي في الـ nursing diagnosis self care deficit bathing hygiene dressing grooming related to inability to remember steps in self care. خلاص حصل مشكلة في الميموري، ف inability to remember steps in self care. low motivation، تمام، التحفيز نفسه، انخفاض الدافع والرغبة. sensory perceptual disturbance، في حصل اضطرابات في في الحاجات الحسيه، المستقبلات الحسيه. cognitive impairment، وحصل impairment في الادراك، ضعف الادراك. evidence by patient not make attempt to bath shower or wash hair or clothes wear solid clothes. تمام، fail to change clothes at regular basis. stop cleaning or cutting finger nails or toenails. تمام، stop shaving facial hair. expected outcome the client will able to care himself. تمام، with his ability، يعني على يهتم بنفسه، يعمل الرعاية الشخصية والعناية الشخصية، النظافة الشخصية بنفسه هو. تمام، and developed stage the client improve self care demonstrate independence and care and self care activity. بدأ يعتمد وحصل باستقلالية في أداء النشاط الرعاية الذاتية بتاعته. nursing intervention list of step by step direction in bathroom example. يبقى انا عايز اقول لك ان خلاص بقى دلوقتي مثلا هنقول حن دلوقتي الوقت اللي احنا هنغسل سنانا بالمعجون لازم يبقى معاهم انا واحده واحده او معاه واحده واحده، وهو هي او هو هيبدا يغسل سنانه بالتدريج. add clothing that client will wear and gradually add more clothes. تمام، يبقى انا حتى في اللبس يبقى واحد واحد. في الاول هتلبسي كذا بالتدريج. establish routine goal for the client self care. تمام، يبقى وشاور each day at the same time. يبقى انا لما بحط الروتين عشان يبقى فاكره، عشان هو مش هيفتكر احنا عملنا ايه، يبقى هو في روتين في النظافة، يعني كل يوم نفس الحاجة كده. establish routine goal، يبقى في نفس الوقت ده هنستحمى كل يوم. shower each time at the same time. brush teeth twice a day، مرتين، يبقى مرة الصبح ومرة بالليل مثلا. combine hair each night. shave every morning. تمام، بالنسبة للمين. wash clothes twice a week. explain any task in a short simple step. يبقى في تاسك مثلا هديهولهم مثلا اغسلوا سنانهم او في الهايجين، يبقى واحده واحده step by step. allow the client enough time to complete any task. يمكن واحد على مهله خالص وهو بيعمل، يبقى انا بديه مساحه من الوقت ان هو يعمل التاسك ده، ما استعجلهوش ما لخمهوش. تمام، ياخد راحته خالص، المهم هينفذ لي التاسك ده دلوقتي مره على ما يتعود عليه ويتاخد عليه يعمله اسرع. don't attempt to hurry the client، يعني ما استعجلهوش. تمام، gradually withdraw assistance supervise the client grooming or other health care skills. يبقى انا بلاحظه وفي الايه وبساعده تدريجيا لحد ما يتعود هو يعتمد على نفسه. management of schizophrenia. المانجمنت بقى اللي هي ديت الميديكال مانجمنت. خلصنا النيرسينج بروسيس والنيرسينج انترفنشن، ندخل في المانجمنت اوف سكيزوفرينيا. عندنا فيها الهوسبيتاليزيشن، ميديكيشن، الكتروكونفالسيف ثيرابي، ترانسكرانيال ماجنتيك ستيمولايشن، سايكوسوشيال ثيرابيز اند سبورت، سايكو ادوكيشن ثيرابيز، كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي فور سايكوزيس.
في المانجمنت اوف سكيزوفرينيا عندنا اول حاجه الهوسبيتاليزيشن when people have to hospitalize. اول حاجه البيرسون اف كان اجريسيف اور سوسايدال هاف سوسايدال ثوتس اور نوت لوكينج فور هير اون بيزك نيد. اتنين عندنا الميديكيشن، الميديكيشن يوز تو تريت سيمبتوم اوف سكيزوفرينيا. الايل مين بقى ميديكيشن فيها الانتي سايكوتيك ميديكيشن. الميديكيشن مقتومه عند الانتي سايكوتيك دراج الاكشن بتاعها اللي هي مانج سايكوزيس، زي مثلا بتعمل مانج للال ديليوجن هالوسينيشن البارانويا ديس اوردر في السوس. تمام برينسيبالي ان سكيزوفرينيا، الحاجات ديت بتبقى برينسيبال ايه موجوده في سكيزوفرينيا اند باي بولار ديسوردر. تمام عندي بقى classification of the antipsychotic typical والatypical. atypical هي first generation classification antipsychotic medication. تمام الأدوية المضادة للذهان. تمام كلاسي وعندي الأدوية المضادة للذهان غير النمطية الكلاسيكية اللي هي الجنريشن، والتانية ايه الغير النمطية الجديدة زي مثلا عندنا كلورو برومازين الكلوروبرمازين. في التيبيكال هناخد التيبيكال انتي سايكوتيك دراج فيرست جينيريشن، عندنا فيه الهالو هالوبريدول وفلوبنزاين فلوفينازاين زي البروكسل برولكس برولكس برولكس. تمام السايد افكت بقى اكسترم اكسترا اكسترا براميدال افكت ذير ار فور اي تايبس. عندي اول حاجه في اكيوت ديستونيا وعندي البراكسينونيان سيمتوم في اول واحده اللي هي سيفير ماسل سباسم اكور ودايما بتبقى في النك والاي ماشي. وعندنا الثانيه لاك في الفيشيال اكسبريشن الباركس باركنسون ديزيز ده بيبقى فيه لاك في كل في تعبيرات الوش وزياده قوه العضلات بيبقى انكريز ماسل تون اند تيمبر اكورينج ان اباوت ثيرد اوف اي بيشنت. تمام عندنا اكاثيزيا ديستربشن ديستريسنج ديستريسنج سايد افكت الارثرايت باي كاركترايزد باي فيزيكال اند سايكولوجيكال ريستلسنس اتس بريزنت ان اب تو ذا ثيرد اوف بيبل. يبقى حصل عندي سايد افكت زي الايه ديستريسنج الاكاثيزيا هي يعني بعدم الراحة في ألم وعدم الراحة في الجسدية والنفسية ماشي. عندنا بعد كده في تراديف ديسكينيزيا أونسي سايد إفكت في الموفمنت بتبقى عندنا خلل في الحركة في انفولاتري موفمنت أوف ذا تانج ماشي أند ماوث أكور بتبقى في خلل أو كده في حركة لا إرادية في اللسان حركات لا إرادية عرض جانبي متأثر تحدث في حركات لا إرادية involuntary movement involuntary movement يبقى في حركة لا إرادية في التانج and mouth and the mouth بتبقى occur in fifth of patient on continuous treatment for 5 years or more in some cases it's a irreversible يمكن تنيها معاه يمكن يستمر خلال مدة سنوات وبعض الحالة اللي رجعت فيه خلاص بقى عنده الحركة دي على طول. وبيقولك افضل حاجة فيه ان هو مثلا هيوقف العلاج دوت تمام او التقليل منه. انتوكراين افكت تأثيرات على الغدد الصماء released برولاكتين ليفن may cause galactorrhea in women ماشي or gynecomastia in men.
يبقى انا عندي مثلا زيادة الهرمون، في مشكلة بتحصل في الاندوكراين، يا اما بقى هيبقى في زيادة نسبة البرولاكتين اللي هو اللي بيأثر على تمام في السيدات، ويمكن يبقى في بريست او كده في المية. تمام، ريليز ذا سيزر ثروز باي ريست اند فيست، ده يؤدي الى حدوث ايه، نوبات كمان. ماشي، ريليز منه في يؤدي الى كده. other side other effect include the dry mouth، تمام، paralyzed في الفيجن، sedation، orthostatic hypotension، weight gain، photosensitivity، constipation، sequel dysfunction، cardiac arrhythmia and dermatological rash. ايه النيرس رول اللي انا هعملها طبعا عندي عشان الايه السايد افكت، هاو تو كنترول. And the plan of care should include monitoring for the following side effects from antipsychotic medication. أول حاجة عندي مثلا هنتكلم في side effect، أول side مثلا عندي في dry mouth هعمل إيه؟ Provide the client with sugarless candy or gum, ice and frequent sip of water، على طول يمضمض وبقه هياخد حاجة مسكرة. تمام، ensure the client participate strict oral hygiene، ولازم يهتم بنظافة ايه الفم ويمنع ان فمه يبقى ايه ناشف على طول. في البرد فيجن explain that this symptom will most likely subside after a few weeks، يعني اللي انا هقول لهم ان ده البارالفيجن هي حاجه وقتيه وهتروح. تمام، او تهدأ الاثار after a few weeks. advise client not to drive a car until vision clear، لما يحصل لك كده مثلا لو هو بيسوق العربيه يوقف شويه لحد ما ايه يبدا يركن على جنب كده لحد ما يسوق تاني. clear smell clear small item from pathway to prevent fat، يبقى انا هشيل الحاجات الصغيرة عشان انا لو كده مش هاخد بالي، لازم الطريق بالنسبة لي يبقى كويس عشان امنع ايه prevent الفعل. constipation order food، طبعا هتبقى high in fiber. encourage increase in physical activity، يبقى في physical activity. fluid intake، يبقى increase the fluid intake and not contraindicated. تمام، بالذات if ايه، طبعا على حسب طبعا كل واحد وحالته ايه الميديكال بتاعه، if not a contraindicated. في ال urinary retention instruct the client to report any difficulty في ال في urinating، monitor intake and output. يبقى احنا لازم نقول له لو في صعوبة في الريتنج لازم يعمل ايه، يبلغنا فيها، واحنا هنعمل مونيتور في الانتاك والاوتبوت. نوزيا ان جي اي تي ابسيت، تابلت اور كبسول مي بي ادمنستريتد يوزفول تو مينيمايز جي بي، يبقى في ايه تابلتس او حاجه هياخدها مع الاكل. كونسنتريت مي بي دبلت اند ادمنستريت وذ فروت جوس اور اذر ليكويد، يمكن اللي احنا نخففها مثلا ونحطها مع العصير او سائل او اي حاجة هيشربها، ولازم تبقى ايه مخلوطة كويس ومتدوبة. تمام، mix it immediately before administration. sedation discuss with the physician to the possibility administering the drug at bedtime. يبقى لازم يبقى واخد الاوردر ده مع يناقشه مع الاطباء حول امكانيه تناوله وقت النوم. ويمكن discuss with the patient possible degrees in dosage or an order for a least sedation drug. instruct client not to drive or operate dangerous equipment while experiencing sedation. تمام، orthostatic hypotension
instruct client to rise slowly from lying or sitting position، يعني ما يقومش مرة واحدة يقوم، لا يقعد وبعد كده يقوم. monitor blood pressure lying and standing، يبقى مرة هو قاعد ومرة هو واقف. each shift document and report significant change، لازم يبقى فيه reporting. عندي photo sensitivity، ensure that the client wear a protective sunblock lotion. تمام، photo sensitivity، ensure the client wear protective sunblock lotion clothing and sunglasses while spending time outdoor. تمام، hormonal effect decreased libido retrograde ejaculation and gynecomastia. ديت كل حاجة هرمونال، يعني بتحصل في تأثير الهرمونال effect. provide an explanation of the effect and reassurance of reversibility if necessary. discuss with the physician the possibility of ordering alternate medication. يبقى ديت لازم هنا الطبيب او الشخص اللي بيقدم العلاج يشرح لهم ايه تأثيراته ديت وطمأنته ان هو هيرجع، يعني مسافة العلاج بس وكده وبعد كده الدنيا هترجع تاني. تمام، أمنوريا after reassurance of reversibility instruct the client continues the contraception because does not indicate. تمام، يبقى انا بقول برشد السيدات هنا لاني في مش معنى ان هو توقفت عملية التبويض او كده ان هو مفيش بيريود او منسز، يعني ان خلاص كده مفيش احتمالية ان هم ان هي تحمل، لا خالص، ان لان الافوليشن شغال. weight gain when client early other day or calorie control diet، يبقى انا في controls للدايت في الفود. provide انا providing for physical exercise provide diet and exercise instruction. ECG change monitor vital sign every shift، يبقى انا بعمل every shift بعمل فيه monitor لل vital sign. observe for symptom of dizziness palpitation syncope or weakness reduction of seizure threshold closely observe a client with history of seizure. ماشي، واللي عنده ده بيبقى فيه closely observe للبيشنت اللي ايه السيزر بيجيله. تمام، طبعا لما بحمل مونيتور الفايتال ساين والكلام ده كله لو في حاجة بعملها نبلغ بيها. أجرانولوسيتوزيس relatively rare with most of antipsychotic drugs. It usually occur within the first 3 months of treatment. يبقى هي أصلا بتحصل بنسب قليلة خالص، وكمان لما بتحصل بتبقى في أول 3 شهور. Observe for symptom of sore throat, fever, malaise. A complete blood account should be monitored if this symptom appear. يبقى أنا لو حصل عندي الأعراض ديت، مثلا في sore throat، التهاب في الزور، حرارة، تمام، الشعور بالضيق، لازم أعمل a complete blood account should be monitored عشان السيمتوم دي. extra pyramidal symptom observe for sign for symptom and remote administrate antiparoxysmal drug as order. في بيزيدو باراكسونويزم. تمام، تريمور شيفلينج كيت درولينج ريجيتايتي. يبقى سيمتوم may be appear 1 to 5 day following intention or psychotic medication occur most often in women. تمام، ديت اللي هو بيقول لك ده باراكسينوزيس الزائف، بيبقى فيه رعاش، في مشية متقطعة، في سيلان في اللعاب،
في صلابه كده. بتظهر الاعراض ديت من يوم الى 5 ايام بعد تناول الادويه المضاده للايه للذهان. في كتير من الاحيان بيقولك بتبقى في لدى السيدات وكبار السن واللي بيعانوا من الجفاف Underhydration Client. Akathisia continuous restless and fatigue. يبقى عندي استمرار في القلق والتململ. وبيقولك الأحيان قد تحدث الأعراض بعد 50 إلى 60 يوم من بدء العلاج. ماشي. دستونيا in voluntary muscular movement, spasm of face, arms, leg and neck. يبقى في هنا توتر عضلي، حركات عضلية لا إرادية زي التشنجات مثلا في الوجه، في الذراعين، في الساقين، في الرقبة. ديت بتقولك أكور غالبا في الرجال والأشخاص اللي بتقل أعمارهم عن 25 year عام. أوكولوجيريك كريزيس ديت بيبقى مشكلة في أزمة في بتحصل في العين أو تراجع غير متحكم في العينين. Uncontrolled rolling back of the eye. Dystonia and occluric crisis should be treated as an emergency situation. The physician should be contacted and intravenous or intramuscular. زي مثلا البنت بنستروفين مثلية تكون مثلات ماشي كوجنيتين as commonly administered stay with the client and offer reassurance and support during this threatening time. طبعا بيتاخد مثلا يجب الاتصال بالطبيب وهو هيقول مثلا على المادة اللي هياخدها عن طريق الوريد او العطل بشكل شائع. لازم نبقى مع الكلاينت ده ونقدم له الطمأنينة والدعم خلال هذا الوقت المخيف. في تراديف ديسكينيزيا بيزار فيشيال اند تانج موفمنت ستاف نيك اند ديفيكالت في سوالوينج. يبقى في عندنا في حركات خلل في الحركه، حركات الوجه واللسان، وفي تيبس في الرقبه وصعوبه في البلع. فانا هقول ايه اول كلاينت ريسيفينج لونج تيرم ماوث اور يير. ماشي. ومحتمل كتير قوي ان الاعراض ديت ما تروحش تاني. The drug should be withdrawal at the first sign which is usually firm form movement of the tongue. بالذات حركة اللسان. Promote action may prevent irreversibility. بيقول لك لازم نسحب الدواء في اول بادره او ساين او سيمتوم للسايد افكت ده. ماشي. وعشان يمكن يبقى غير لاجئ. نيروليبتيك مالجنانت سيندروم سيمتوم انكلود سيفير باركنسونون ماسل ريجيتايتي هايبربريكسيا اب تو 1070 تاكيكارديا تاكيبنيا فلاكوتيشن ان بلاد بريشر فلاكوتيشن اوف بلاد بريشر ديفوريسيس اند رابيد فيديتور اورينتيشن اوف ماني تالستيت تو ستوبر اند كوما. يبقى بيقول لك بتشمل الاعراض تصلب عضلات باركنسون الشديد، فرط الحموضه، وبتبلغ الحموضه دي عند 1.7
70 درجة فرنهايت. عنده انتظام في دقات القلب، تسرع التنفس، في النفس بيبقى سريع، تقلبات في ضغط الدم، بيبقى في تعرق وتدهور سريع في الحالة العقلية إلى الذهول والغيبوبة. This is a rare، بيقولك الحاجات دي بتبقى النسبة دي بتبقى قليلة، المضاعفات دي قليلة، ولكن من المحتمل أن تكون قاتلة، but potentially fatal complication of treatment with neuroleptic drug. تمام، من الأدوية الروتينية للذهان. يجب أن تشمل درجة الحرارة، يبقى أنا في عندي في الفيتال ساين لازم إيه أقيس درجة الحرارة ومراقبة الأعراض بتاع الباركنسونز ديزيز. يبقى في عندنا خدنا الاتيبيكال، هناخد الايه قصدي خدنا التيبيكال هناخد الاتيبيكال. اتيبيكال سكند جينيريشن انتي سايكوتيك ايجنت زي الكروز باين و ريسبيريدول وولانزابين. سايد افكت، كومبير ذا فيرست جينيريشن antipsychotic, the second generation antipsychotic have many of the typical antipsychotic to varying degree. ماشي، بالنسبة بيقول لك لي second بالنسبة للمجموعة ديت عن first generation ان هي بتحتوي على اعراض بسيطة متفاوتة بدرجات متفاوتة، تشمل الايه كلودو سيديشن تمام والبوشر هايبوتنشن والويت جين. ماشي، وانه بيقول لك ان هي الاعراض الادفرس افكت از ريليتد اللي هي ايه قليله تمام او ايه اقل، طبعا هنا اقل من الاثار الضاره المرتبطه بالمتلازمة الخبيثة أو الأعراض أو خلل الحركة ويسمى المونوبلاكتين إلى أقل إيه درجة. There are however fewer adverse related to neuroleptic malignant syndrome extrapyramidal symptom or كل كده اتكلمنا عنه إيه في الأول، والبروكتين إلى الارتفاع بشكل إيه أقل. يبقى هنا أعراضه في سايد افكت اقل من ايه الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك دراج. بقولك جرانولوسايتوسيس از سيريس بوسيبلي لايف سيرتاين ادفيرس سايد افكت اوف كلوزابين بيبول تيكينج سكند جينيريشن. بيبقى المعرضون لزيادة الإصابة من مرض السكري من نوع 2. بيقولك people taking second generation are high risk to developing two type diabetes and metabolic syndrome which is characterized by obesity, hypertension, dyslipidemia and hyperglycemia. dyslipidemia وضغط الدم ماشي شحمة وارتفاع السكر hyperglycemia. Assessment of barrier to administration. وأنا obtain complete health history medical and psychological include allergy يعني الحساسية من أي حاجة drug history possible drug interaction. تمام، obtain baseline lab study يعني هعمل lab especially ال RBC وال الوايت بلاد سيل كاونت، اسس فور هالوسينيشن مينتال ستيس ستيتس اند ليفل اوف كونشسنس، اسس كلاين سبورت سيمتوم. ماشي، بيبقى عندي في الانترفنشن مونيتور للار بي سي والوايت بلاد سيل كاونت. Can be a life-threatening side effect for this medication, which may also suppress bone marrow and lower
infection fighting ability. Observe for adverse effect يبقى ال dryness و constipation و urine retention. Monitor for degrees or psychotic symptom. Degree symptom indicate an effective dose and type of medication. تمام؟ effective dose يبقى أنا بعمل monitor لي السايكوتيك سيمتوم. لما انا بلاقيها السايكوتيك سيمتوم حصل لها ديجريز ده انديكيت ان الافكتيف دوز انت والافكتيف اي تايب اوف الميديكيشن. مونيتور فور الكحول اور الليجال دراج يوز. تمام. This will cause increase في CNS depression. The client may decide to use alcohol or illegal drug as mean of coping with symptom of psychosis, so may stop taking the drug. Monitor caffeine use. Use of caffeine containing substance inhibit the effect of antipsychotics. يبقى لازم ما يشربش كافيين مع الايه مع drugs. Monitor for smoking. يبقى لازم heavy smoking may decrease blood level of the drug. May affect ماشي may drugs may affect blood pressure, heart rate and other autonomic function. Monitor for anticholinergic side effects. The medication may cause mouse. Monitor ARD clients closely. ARD older client may be more sensitive to anticholinergic side effect. Management of schizophrenia. خلصنا كده ال hospitalization والmedication. دخلنا في electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy used if schizophrenia symptom is not relieved by medication or when a person with schizophrenia is severely depressed. يبقى أنا بستخدم ال anticonvulsive therapy إمتى؟ لو العلاج مش جايب نتيجة تمام او يعني الاعراض ما مشيتش مع العلاج يا اما البيرسون ده سيفيرلي ديبريست. الكونفالسيف ثيرابي الكترو كونفالسيف ثيرابي بتبقى ايه 3 تايم ان ا ويك ماشي. في سايد افكت ليها اللي هو الهيدك والجو بين. ده هتاخد هياخد بين كيلر مايل بين كيلر. وفيها طبعا في السايد افكت في عندنا ريسنت لوز في ريسنت ميموري. بنقول للاهل هنا والبيشنت ان هي بس فتره وفي لوز في كونسنتريشن. الحاجه ديت بتبقى ايه افيو ويك هي هتروح امبروف هيبدا يتحسن تاني ويرجع زي الاول افتر الايه الانتي كونفالسيف الكترو كونفالسيف ثيرابي فينيشد. الكورس ده هيخلص افتر فيو ويك هو هيتحسن تاني. ترانسكرينال مانجنتيك ستيمولايشن بيقول لك ده نوع جديد في التريتمنت. ماجنتيك ويف احنا بيعملوا ابلايز ماجنتيك ويف تو برين بيحصل فيها ستيمولاي للنيرف سيلز. ذس تريتمنت وود بي كونسيدرد ان اديشن تو ميديكيشن. يعني ماشي يعني مثلا كونسيدرد و ايه اديشن وذ ميديكيشن مع العلاج. عندي بعد كده في سايكو سوشيال سيرفيس اند سبورت. Psychosocial support هنا بعمل support و help لل people to develop recovery skills such as sitting and achieving a goal. تمام اللي هو على تطوير مهارات التعافي اللي هو اللي انا بحدد ايه الاهداف المناسبة لي يعني وازاي احققها على سبيل تحسين الرعاية الصحية مثلا متابعة التعليم لو هو لسه في تعليم ايجاد وظيفة جديدة او يمكن تغييرها على حسب طبعا هو حالته يمكن ما يعرفش يشتغل الشغلانة اللي كان بيشتغلها قبل كده. طبعا بيعتمد طبعا ديت depends on ايه احتياجاته هو طبعا بتختلف من شخص لشخص ماشي وايه المتاح في المجتمع.
عندنا ايه تاني؟ سايكو اديوكيشن. سايكو اديوكيشن بروفايد انفورميشن، يبقى انا بوفر التثقيف النفسي وبدي معلومات للاشخاص على كيفية التعامل مع حالته الصحية ديت، وكيفية ادارة الاعراض والاثار الجانبية طبعا بالنسبة للاثار الجانبية للادوية، وكيفية اللي انا يمنعه انتكاسة الشخص ده، سواء كان بقى الفاميلي او الايه اللي حواليه اللي مهتمين بيه، ازاي يعملوا ايرلي دوكيومنتلي الايرلي ساين والسيمتوم. تمام. الحفاظ طبعا على الشعور وراحته، وازاي نوفر له بيئة آمنة، وازاي تخلينا معاه ونشاركه في الأنشطة، مع ان هو يتشارك في الديلي تاسكس، ماشي، تطوير المهارات، وازاي يحل المشكلات مثلا، او في مشكلة يجي يقولها لنا. تمام. يبقى في بيئة آمنة وبيئة توفر له الأمان، سواء في النفسية، يعني راحته النفسية والتعامل مع الأشخاص. ويمكن تقديم الدعم ده أو الانستراكشن اللي أنا هديه، والإدوكيشن، سواء كان بقى individual في حاجات على مستوى الفرد في حاجات معينة، وفي إيه في جروبات مع في مجموعات. Therapies individual or group format are now available to complete treatment. يبقى أنا دلوقتي بعمل الثيرابيس individual or group على شكل جماعي أو فردي، استكمال العلاج مثلا able to complete treatment with medication. Group therapy can allow to learn about other people's experience. بيسمح كمان اللي احنا لما بنقعد مع بعض وهنناقش على نخوض بقى في تجارب الاخرين مع المرض، بيساعد طبعا على تقليل العزلة وتعزيز التعافي وتعزيز السيلف استيم عنده، ويبدأ يقول يعني مادام في ناس بقوا كويسين وكده ان شاء الله انا هبقى كويس، ده بيديله ايه دفعة ايجابية. عندي cognitive behavioral therapy for psychosis. بيقولك the way you think about situation can affect how you feel and how you behave. يبقى انا دلوقتي هندي situation، هنطلع منه ايه اللي مثلا بيأثر عليك، مش عارف situation ده الموقف ذات نفسه، ازاي انا اعمله control، لا اقول له لا ده ايه، ده ابدأ اديه ازاي يوجه مشاعره فيه، تمام، وازاي يتصرف في الموقف ده، بدل ما كان يتصرف كذا لا يتصرف كذا، لما تقلقش. تمام. اللي هي ايه؟ cognitive behavioral therapy for psychosis. explore the connection between your thoughts، التفكير والاحساس، وازاي يتصرف. يبقى انا بربط ايه التفكير، ماشي، مع الاحساس والمشاعر ومع التصرف. and your experience of the symptom of psycho of experience of a symptom of schizophrenia. Several effective psychosocial therapies for schizophrenia is family therapy and support. بيقول لك عمود العلاجات، يعني اهم حاجة في ده كله، يبقى انت موفرة له ايه الفاميلي سبورت والفاميلي ثيرابي. يعني انت لو بتديله ودخل المستشفى وعمل اللي عمله وما فيش سبورت ولا انفايرمنت سيفتي انفايرمنت، هيرجع تاني، ولكن ليه لازم ياخدوا باله منه، ولازم يبقى فيه دعم، ماشي، لما في تحفيز وفي دعم وفي بيئة آمنة وفي كل حاجة، ان شاء الله يبقى كويس مع الميديكيشن، مع الايه المانجمنت الباقية. تمام. وكده تم بحمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون عرفت اشرح حلو كويس.